لا أود الإطالة، لكن المميزين في أبنائنا كثيرون. هناك عدد من أبنائنا، كل من أجلس من أبنائنا معه يجيد الاستماع وأحس أني أضيف له، إلا واحد منهم لا زال في العقد الثالث. كلما كنت في حضرته كلما دلني على جديد، وكلما استنبت فكرة جديدة أو أهداني كتاب، يملك زاوية يتمرح بين الأدب والفكر، بين الفلسفة والفكر. معطاء سيكون شيئا مذكورا. الابن هذا مع حقيقة أذهل في تويتر مساحات التواصل الاجتماعي، وكأنما اللي اخترع هذا التطبيق عرف البلاغة، أو أنه الحديث من عرف البلاغة أنها الإيجاز، أن تختصر فكرة في 140 حرف. هذا يعلمنا البلاغة، ومع إيقاع الحياة السريع تبدو أمر مهم جدا. الآن تبريد من سطر من ثلاث كلمات قد يقرأها 200,000 300,000، وكانت من أشهر الكتاب في صحيح السيارة قد لا يقرأ أكثر من 5,000. الابن الموهبة والمفكر القادم له إصدارين جديدين. هو ابني الأستاذ محمد بن عوض بن مطر الخديوي السادة الكريم. لا أملك في هذا إلا بشري، وأتشرف أن يكون رداء. والسلام عليكم ورحمة الله. ولك محمد. هذا هو اللي أراهن عليه بإذن الله. Yeah, 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 y